قال كعب الأحبار: لو أنه وزع ساعات في جمع أدركها، بمعنى لو أنه مثلا من طلوع الشمس ظل في الجمعة الأولى على ساعاتنا الموجودة ظل ساعة ونصف يدعو الله، ثم في الجمعة القادمة بدأ من حيث انتهى منه. هذا هو اجتهاد كعب الأحبار، والصحيح ما قاله ابن شهاب الزهري أن هذا من عنده ولم يروى عن غيره ولم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يفعل.